في جوابات عشان ادهم بيه؟ واحد يا اتفضل. شك جواب علشانك يا سعادة النيل. بص في الجورنال وقول لي شايف ايه. هروب سبع من حديقة الحيوانات. انا مش قصدي السبع يا اخي، انا عايزك تبص من خرم الجورنال على القرود اللي هناك، وبصفتك سكرتيري هيدخل باختصاصك من هنا ورايح مراقبتهم وتقديم تقارير عنهم. بص. يه 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 يه. مدام الجنرال حتشبسوس، وده توت عنخ امون، ودي الولية اللي اسمها منقرع، ودول كانوا خارجين يتفسحوا في طريق الكباش. أم هم خارجين عشان يتفسحوا. ايه سلامتك. امان يا ربي امان. عدم المؤاخذة يا هانم، انا بصفتي دكتور اول ما سمعت الزغطة بتاعت حضرتك قلبي كان هيتقطع. حضرتكم دكتور؟ الدكتور عبد الشافي يا فندم من العباسية، اختصاصي في فم المعدة عموما وفي الزغطة خصوصا. اتش ام بي بي. تشرفنا دكتور. حضرته شيخ حسن شنطة. شطة ست هانم. شطة تاجر كبير بتاع انتيكات. اهلا وسهلا. انت ضروري الملايكة بعتتك يا دكتور علشان تخفف جلفدان هانم حرم المرحوم حشمة باشا طرق عنجي اغا. خضوع واحترامات يا فندم. تفضل دكتور. مدام اختصاصات في زغطات تكرم بمعالجة حضرتنا دكتور. ايوه لكن انا هربان من العيادة في مصر وجاي هنا في الاقصر علشان اريح اعصابي. كرم الهانم هيريح لك اعصابك يا دكتور. تصور ان انا اتعرفت بيها امبارح بس ونفعتني يجي بمية جنيه. من جهة نقود ومكافآت دكتور اتمئننت. سماعة دي هيكون ذهب. زراير بتاع بدلة بتاع انت هيكون كله ألماس. ممنون. سلامتك. لكن أنا يا هانم في الأجازة بتاعتي مش ممكن أقبض فلوس أبدا. اتفضلي معايا علشان أفحصك مجانا. ممنونية تشكرا. أيوة لكن حضرتك ما اشتريتيش دع. بعدين. أيوة بعدين. طيب ابقى افحصها كويس دكتور. ولا مؤاخذة يا خواجة، أنا أتكلم صعيدي بس. باردون، أنا أتكلم بلجيكي. كويس. أنا تعبان كتير. جارسون. وي مامبي. سيفو بلي، وايت كونياك. أو لا، باردون. ثلاثة كونياك ممكن؟ ماشي كلامك. ماركو بترتر، ثلاثة كونياك. حضرتك من بلجيكي؟ وي. أنا الكونت دي سان ستيفانو. أوه، تشرفنا. سان ستيفانو؟ وي. تشرفنا. حضرته أدهم بيه السنجة من أعيان المنيا، وأنا السكرتير بتاعه. أنا مش فاهم كويس. من أعيان المنيا يعني ألمانيا؟ جيرماني؟ لا، إحنا عندنا في مصر المنيا. ألمانيا صغيرة على قدنا. أوه، أنا افتكرت أنت من ألمانيا جيرماني. كنا نطلع رايب. يا شيخ. وي. أنا في نسب بيني وبين الإمبراطور جوليوم من ناحية ماما. لا، أنا قرايبي كلهم بيأذوا بالفاس. رجلك مالها يا كوند؟ روماتيزم يا إكسلانس. مسكين. أنا كل سنة يجي من بلجيكا في الأقصر علشان الروماتيزم.
لازم عندكم في بلجيكا رطوبة قوي. تريبل يا إكسلانس. أنا في البروكسيل يلبس فانيلات وكالسونات فورير. وما كل دي أنا يصحى من النوم فوق الجسم بتاعي حتت صغير دي اسمه إيه دي آيس كريم. آيس كريم؟ قصدك تلج. إيه تمام تلج. لا السنة دي هتنبسط قوي، هتصحى من النوم تلاقي على جتتك حتت فحم والعين من الحر. وكويس كتير مركوب ترتاح. ميرسي ميرسي. أبو 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 أ